صباحكم خير. عن جديد، جهد العمل، الجلوس الخاطئ، العادات غير الصحيه، كلها عوامل بتسبب الام الظهر والرقبه يلي بتحتاج لعنايه خاصه وعلاج سريع لحتى ما يتفاقم الوضع ويصير معنا امراض تحت يمكن نحن بغنى عنها بهذا الوقت وبهي الاعمار حتى الصغيره اللي عم نشوف. صح، تحت الضغط بنتعرض لكثير من الاعمال اللي نحن ما بننتبه على حالنا، بس بنقول رقبتي عم تجعني، والله ظهري عم يجعني، وما بنحس على حالنا شو السبب. اليوم معنا الدكتور مجد الدين الخطيب، اختصاصي بالامراض الداخليه والعصبيه، لنحكي اكثر عن الام الظهر والرقبه ونقدم نصائح لكل الاشخاص لحتى يتجنبوا الاصابه بهالالام قدر الامكان. يسعد صباحك. يسعد صباحكم ويا هلا. اهلا وسهلا فيك معنا دكتور. يعني من اول ما دخلت حضرتك ونحن عم نسالك قديش هي الالام اللي اليوم للاسف عم نشوفها عند نسبه كثير كبيره من الاشخاص، مثل ما ذكرت بالبدايه يمكن العادات الخاطئه اللي عم نمارسها بشكل يومي، قديش منتشره الام الظهر والرقبه بمجتمعاتنا وبالعالم بشكل عام؟ بداية بتشكركم انه نحن رح نسلط الضوء على موضوع هام جدا اللي هو انتشار آلام الظهر والعنق خاصة بوقتنا الحالي ببلدنا وبكل أنحاء العالم، حيث أنه في 70% من سكان العالم معرضين للإصابة بألم بأسفل الظهر أو العنق في مرحلة من مراحل حياتهم. هلأ شو الأسباب اللي جعلت هالانتشار كبير بهالوقت هاد؟ مثل ما ذكرتي حضرتك موضوع العادات، الجلوس والوقوف الخاطئ بالعمل، ساعات عمل طويلة، وقوف مع انحناء مثل أطباء الأسنان، مثل العمال، ساعات الدراسة الطويلة عند الطلاب أو العمل المكتبي مع وضعية الانحناء للأمام. كمان نحن بحياتنا اليومية بنقعد لساعات طويلة على الجوال أو حتى على اللابتوب نحن وحانين العنق للأمام، هي كلها عادات خاطئة بتأثر على العنق وعلى العمود الفقري القطني اللي هو بأسفل الظهر، وبالتالي بتعمل تنكسات بمستوى الفقرات في العمود الفقري. هلأ في عنا عوامل خطورة تانية ممكن تأثر على العمود الفقري مثل البدانة، نمط حياة الغير فعال الكسول، داء السكري، ونقص الوارد الغذائي من المواد المغذية للعظام مثل الكلس، المغنيسيوم والفيتامين د. هلأ بالمحصلة هالأمور هي بتؤدي إلى عجز وظيفي ونقص كفاءة للفرد على مستوى أسرته وعلى مستوى المجتمع، بالتالي هذا رح ينقص من إنتاجية المجتمع وهذا رح ينعكس أكيد سلبيا على اقتصاد المجتمع. تماما، يعني نحن فعلا دراسات بتربط الحالة الصحية للموظف وللعامل بموضوع الإنتاجية والمردودية وكل هالأمور، وقديش بيروح على الدكتور وبيروح على المشفى. فنحن لا، من البداية رح ناخذ إجراءات وقائية. أكيد. خلينا نبدأ بالرقبة وننتقل للعمود الفقري. الرقبة شو الأبرز الآلام اللي ممكن يتعرض لها الشخص بالرقبة؟ شو منشأها وأسبابها وكيف الأعراض بتتظاهر؟ هلأ أهم أسباب الآلام العنق هي مشاكل العمود الفقري. يعني نحن مثل مو شائع موضوع الديسك أو فتق النواة اللبية، مشاكل الانقراص الفقرات خاصة بساعات العمل الطويلة، تشنج العضلات حول العمود الفقري كمان هي بتؤدي إلى آلام في العنق، وممكن تنتشر هالآلام إلى الكتفين وحتى إلى اليدين مع أعراض أخرى مثل الخدر والتنميل. هذا بنسميه وتاب أو شيء؟ إيه، التشنج هو هلأ الوتاب والتشنج الحاد. يعني صار في عنا تشنج حاد بالعضلات فعمل ألم حاد. في شيء اسمه ألم مزمن، الألم المزمن هو تشنج مزمن، عمل طويل، تعرض لبرودة على المستوى العنق، مثلا إنسان قاعد بجو مثلا عم ينتقل بين الجو الدافئ للجو البارد، هي كلها مع الوقت الطويل بتعمل تشنج مزمن بالعمود بالعضلات حول العمود الفقري. هي أهم الأسباب لمشاكل العنق. ننتقل لمشاكل أسفل الظهر إذا بتحب. مثل ما ذكرنا مشاكل العمود الفقري، الفقرات بحد ذاتها مثل الديسك، انقراص الفقرات، انزلاق الفقرات. هلأ انهدام الفقرات شائع أكثر بمستوى العمود القطني اللي هو بأسفل الظهر بسبب ترقق العظام وهشاشة العظام، خاصة بنقص العناصر الغذائية اللي ذكرناها سابقا مثل الكلس والمغنيسيوم والفيتامين د. كمان في ممكن مشاكل تؤدي إلى ألام أسفل الظهر ما لها علاقة بالعمود الفقري مثل الانتانات البولية والحصات في الكلية، مثل المشاكل النسائية وألام الدورة الطمثية، حتى الالتهابات العامة بالجسم مثل الجريب ممكن يعملنا ألم بأسفل الظهر. هالألم ممكن ينتشر للطرفين السفليين
وايضا يعمل خدر وتنميل. تمام. هلا نحن دكتور اليوم عم نحكي عن الام، مثل ما ذكرت حضرتك ببدايه الفقره، هي الام منتشره يعني اليوم من الاعمار الصغيره حتى لو وصلنا للاعمار الكبيره عم يشتكوا من الام بالظهر بالرقبه، لانه نمط الحياه يمكن تغير اليوم وصار مثل ما ذكرت الموبايل اللابتوب كل شيء موجود بين ايدينا طول النهار. نحن اليوم عم نحكي عن الالام اللي هي ما بتكون بس مصاحبه لمرض، الالام اللي بتستمر مع الشخص. باي مرحله لازم الشخص يروح يستشير طبيب؟ يعني انا مثلا اليوم وجعني شوي ظهري ورقبتي ارتحت، عملنا دوش سخن يمكن ارتاح الشخص، ولا نحن اذا هذا الالم هو مستمر نحن هون لازم نتوجه لعند الطبيب؟ هاي سؤال كثير هام، لانه نحن عم نتعرض كثير لفئه من المجتمع انه بتكابر على ألمها قدر الامكان، وبعدين وقت بيصير الالم ما انه محمول عندها بتراجع الطبيب. ممكن تكون بشغله ممكن تنعالج ويصير الشفاء تام، وبتصير بعدين مشكله غير قابله غير عكوسه، وبالتالي راح يتعايش مع ألمه. هلا اهم شيء اي الم يستمر اكثر من 3 أيام بأسفل الظهر أو العنق لازم مراجعة الطبيب لتشخيص السبب وعلاجه. فنحن بهالحالة ممكن نكون بدرجة خفيفة مثلا من تنكسات العمود الفقري، ممكن نعالجها بعلاج دوائي وعلاج فيزيائي ويتخلص المريض من هالموضوع هذا ويشفى شفاء تام. بس إذا تأخر وكابر على حاله ممكن هالديسك يتفاقم عنده، يعمل له اضطرابات تانية، ممكن يحتاج لجراحة، ممكن حتى وضعه الصحي ما يقدر على موضوع الجراحة، وبالتالي هالشي ممكن يكون بشكل دائم عنده. فأي ألم يستمر لأكثر من 3 أيام يفضل أنه يراجع الطبيب لحتى يتشخص السبب ويتعالج. تمام. طب دكتور، نحن ما فينا ننعزل عن نمط حياتنا، مجبورين بكثير من المناحي نقعد ساعات طويلة، ندرس ساعات طويلة، أو حتى نشتغل أعمال مكتبية، أو حتى العمال اللي بيشتغلوا جهد عضلي مكثف بحمل الأغراض الثقيلة. كيف ممكن نقي أنفسنا ونحن عم نشتغل هالشغلات؟ شو الإجراءات الخاطئة اللي بنعملها وشو لازم نعمل؟ هلا للوقاية نحن أول شيء بدنا نحكي على الإجراءات الخاطئة لحتى نعمل وقاية منها. طبعا الإجراءات الخاطئة هي الوقوف بشكل طويل بوضعية الانحناء، هذا مع الوقت رح يؤدي إلى ضغط على الفقرات ورح يؤدي إلى تنكسات ضمن الفقرات، خاصة بوجود زيادة وزن. معناتها بنرجع منأكد الوزن سبب كل علة. أكيد زيادة الوزن. فهي نقطة. النقطة الثانية موضوع الانحناء العنق بشكل طويل، على الدراسة، على الشغل مثلا على اللابتوب، على الموبايل، كلها هي مع الوقت كمان رح نضطر احيانا دكتور نحط طوق، نشوف عالم ببعض الحالات المرضية. ببعض الحالات المرضية الطوق بيفيد ببعض الحالات ويسيء في بعض الحالات، بس اهم الحالات اللي بنحط فيها الطوق هي انقراص الفقرات. هلا نحن ممكن نقي حالنا، اولا انه نحاول قدر الامكان نكون بوضعيه الظهر والعنق بوضعيه مستقيمه. اذا اضطر الواحد ينحني فقط ليركز على شيء معين بعمله او بدراسته لفتره مؤقته ويرجع للوضعيه الاساسيه. مثلا شغل على اللابتوب، شغل على الموبايل، ممكن الواحد يكون العنق بوضعيه مستقيمه ويظبط طاولته او يرفع الموبايل على مستوى نظره، او حتى يرفع الطاوله على مستوى نظره بحيث ما يضطر يعمل هالعمليه لفتره طويله. حتى يمكن شفنا دكتور بالفتره الاخيره كثير في ناس يعني مع وجود الهواتف الذكيه او السمارت فونز، في حتى ابلكيشن هي بتنبه الشخص انه انت مثلا صار لك فترة طويلة قاعد، قوم مثلا وقف، لازم تمشي، لازم كذا. يعني ممكن كثير ايام ننسى حالنا دكتور بوقت الجلوس، ان كان بالدراسة او بالعمل، ممكن الواحد ينسى حاله ساعتين وثلاثة هو قاعد نفس القعدة. كمان قديش يمكن تغيير وضعية يمكن الوضع اللي نحن فيه، يعني الوقوف ممكن شوي، المشي، هي الرياضات الخفيفة اللي هي ممكن تساعد على تخفيف الآلام. اكيد لها دور كبير مثل ما تفضلتي حضرتك. نحن العضلات على الجلوس الطويل رح يصير فيها نوع من أنواع الارتخاء، بس مو الارتخاء الطبيعي، هو ارتخاء مع مركبة تشنجية. فهذا الشيء على المدى الطويل رح يعمل تشنج مزمن في هالعضلات هي، وبالتالي الجذور العصبية والأعصاب الصادرة عن الفقرات رح تنضغط بسبب هالضغط العضلي والتشنج العضلي، ورح يؤدي إلى آلام بالأطراف. ففي ضرورة ملحة إنه الواحد كل ما قعد تقريباً ما بين 3/4 ساعة للساعة يقوم يحرك جسمه، يمشي شوي،
ولو يوقف شوي ويمشي ضمن الغرفة إذا كان عم يدرس ويرجع يقعد من جديد لحتى يعمل ريفريش بتنشط يعمل حتى يعني ريفريش للجسم وللعضلات للعقل حتى كمان والعقل عنده عضلات يجمد كثير من المناحي. طب دكتور بالنسبة لأطفالنا يعني في قريت على الفيسبوك إنه وزارة التربية مشكورة وجهت بتشكيل لجنة لدراسة وزن الحقيبة المدرسية وطرق الاستعاضة عنه لأنه هذا الموضوع جدا مؤذي للطفل، جدا مؤذي للهيكل العظمي، جدا مؤذي لحتى يحب المادة اللي أخذها ليدرس فيها أو حتى يكرهها. كيف ممكن أطفالنا يكونوا عم يعملوا شغلات تأثر على هيكلهم العظمي مستقبلا وعلى أعصابهم وألام أسفل الظهر؟ تمام. هلا نحن نبلش موضوع التغذية، لازم نحن أطفالنا نغذيهم غذاء صحي غني بالكالسيوم وغني بالمغنيسيوم، وبنفس الوقت نعرضهم لأشعة الشمس بالشكل الكافي لحتى يتم تركيب الفيتامين دال عندهم، بحيث في المستقبل نقي من موضوع النقص اللي نحن شائع كتير بمجتمعنا وكل المجتمعات العالم، بس بالفترة الأخيرة صار في شيوع كتير لأنه نحن بحكم عادتنا ما بنطلع كتير على الشمس، خاصة شمس الصباح الباكر يعني من أول شروق الشمس لحد الساعة 7 مو الشمس الحارقة، يعني هي كتير مهمة لتركيب الفيتامين دال. النقطة الثانية موضوع الحقائب المدرسية مثل ما تفضلت هي موضوع كتير هام، لأنه ضغط الثقل الكبير على الكتفين وعلى الظهر هذا مع الوقت راح يؤدي إلى مشاكل في العنق وراح يؤدي إلى مشاكل في العمود الفقري، أهم الجنف اللي هو انحراف في العمود الفقري. إذا كانت الشنطة على كتف واحد مثلاً هون الكتف اليمين وكل السنة عم يروح الولد ويرجع على كتف اليمين يعني كتير للأسف مدرة. مشكلة كبيرة يعني هاي مع الوقت رح تؤدي إلى موضوع إنه حتى إنه يعني آلام بالكتف التهاب وتر ضمن محفظة الكتف كلها هاي بالمستقبل رح يعاني منها كتير حتى لو معانا منها بوقتها رح تكون عقابيلة فيما بعد أكيد رح تبين هاي النتائج. نحن أهم شيء موضوع التغذية موضوع الوزن إذا كان الطفل أيضا بدين ننتبه لهالموضوع هاد وموضوع تجنب حمل الأثقال لفترة طويلة والدراسة طبعاً مثل ما حكينا أكيد. دكتور كمان نسمع بكثير حالات بيكون في عمل جراحي يعني إن كان موضوع الديسك وألام الظهر ممكن بمراحل معينة يتم اللجوء للعمل الجراحي، شو هي الحالات اللي تستدعي التداخل الجراحي؟ هلأ نحن بشكل عام التوصيات العالمية العمل الجراحي هو آخر إجراء نلجأ له في علاج آلام أسفل الظهر والعنق إلا ببعض الحالات المعينة. الحالات المعينة هي الألم الشديد الناكس غير المتعافي على العلاجات المحافظة، مثلاً ديسك شديد حاولنا نعالجه دوائياً وفيزيائياً وما استجاب المريض ووضع المريض يسمح بإجراء عمل جراحي، فبهالحالة العمل الجراحي هو الإجراء الأنسب له. في مشاكل تانية لازمنا إنه عمل جراحي إسعافي اللي هي مشاكل العمود الفقري اللي بتضغط على الحبل الشوكي اللي هو النخاع الشوكي وبتضغط على الجذور العصبية الصادرة للأطراف العلوية أو السفلية، بهالحالة أنا شو ما عطيته علاج دوائي هالضغط ما رح يروح لأنه ضغط فيزيولوجي يعني بده عمل جراحي إما لاستئصال ديسك بمستوى معين او اذا عندنا عده تنكسات في شيء اسمه تثبيت فقرات تماما من بعد بيناتهم وبنعطيهم فرصه ليرتاحوا وما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا دكتور شكرا للمعلومات شكراً اللي شاركتنا فيهم اهلا فيك شكرا كثير دكتور شرفتنا شكراً.